يقول السائل: ما المقصود بحديث التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان كما في صحيح الجامع؟ المقصود بآخر ليلة من رمضان يعني الاستمرارية، أي أن الإنسان يستمر في التماس ليلة القدر إلى آخر ليلة من رمضان، ولا يقول كما يقول بعض الناس: رأيت ليلة القدر ليلة 21 ثم يترك القيام. ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحديث في أحد الرمضانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات كما هو معلوم، وحينئذ فيحتمل أن يكون هذا في أحد الأعوام، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحد الأعوام بأنها في آخر ليلة من رمضان، والله أعلم.